سالفة طال عمرك، هذه سالفة قديمة. رايحين طال عمرك قنصي، طبعا قنص طيور. الوكاد ونروح نبعد، احنا نبعد من الديار، نطلع برا الشبكة. احنا بنص اليوم الأول، اليوم الثاني، على الله طال عمرك. اليوم الثاني ذبحنا البرد، كان شتاء، وفي جنبنا طال عمرك متخابر انه مو بحطب، خشب طيحان قشاش على قولت. الله الله، الوكاد نروح صوب الخشب، متخابر لونه، لونه مثل لونه بياض اشهب. الوكاد ودينا البلية، اخوي انا معنا، وانا احط يدي واجود، كان علي ثوب قميص نوم، واجود خشبة. انا والله انا ما وعيت بنفسي ولا بركت، سبحان الله، هذا شيء من الله. انا والله اللي طلعت على يدي ومشت لين قدها وقفت هنا ما دريت لها. حية حية حيت اللون هذا المخشوف، طلعت وقفت. ترى صدق وعليها شوت سهل، سبحان الله. هذا الله يكتب لها انها تلدغك، والله يكتب لها ما تلدغك. شوي ولا ما ايش وقفه، ما تحركت. المهم قال لي واحد من العيال، يدك 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 انفكت. قال على يدك، تفكرت الله. اي والله هنا ردت نواجهها صوب الكرسي، اخ نوره كذا. انت خايف ضربة مع يدي مع اللي هم قالت ان هناك، ما ادري يا ولد وش بلاها. كان ما طاحت اللي متخدره وتوعى، طاحت توعى تبخ. اوهو تبخ شبه طال عمرك، بدها لما والله الله يكفاك منها. الحيال متى طلعت؟ قالوا ظاهر انه جوته تخشبه وطلعتها على يدك. والله العظيم ما دريت ولا شفتها، سبحان الله اللي فك ان شاء الله. ولا كان في جنبي هنا، اذنك، خدك، عينك، فمك، اي شيء قريبه من كل شيء. سبحان الله. طلعت كذا وفرت راسها تحت، اما رعقت ولا ايش سويت؟ الله اللي كفاك منها. فيها الحياه اللي مثل ذي إذا شفتها تعوذ من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا به واحد معزت من السيارة، به واحد يطيل عمره السلامة. من اللي سمح لك تأخذ العصا؟